يعني حقيقة وسط هذه الفوضى السياسية العارمة والخلل الواضح في عمل وسلوكيات مؤسسات الدولة، أصبح من الصعب التكهن بواقع العملية السياسية التي تتخبط في خطواتها والتي أصبحت أحجية، باعتبارنا إحنا اليوم بعيدين كل البعد عن العقل السياسي وعن النضج الذي يفترض أن يكون متكامل بعد 20 سنة مضت. ولكن للأسف الواقع المرير يشهد بأن هناك انتكاسات متلاحقة، وربما أهمها وأخطرها هي انتكاسة قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، وهي ضربة في صميم الاقتصاد العراقي الذي هو هش أصلا. لذلك اليوم كل الحلول التي تسعى لها الحكومة هي حلول غير جذرية، غير واقعية، حلول ترقيعية. حتى عملية استبدال الشخصيات أو الإحفاءات هي لن تنهي المشكلة، لا زلنا نفتقد وللأسف الشديد إلى الرجل المناسب في المكان المناسب، لا زلنا نبحث على شخصيات قيادية بعيدة عن شرنقة المحاصصة المقيتة والإملاءات والولاءات، تلك العوامل التي هي من أهم أسباب من أهم عوامل انهيار الدولة. اليوم علينا أن نبتعد عن شخصيات كررت في السابق، عن شخصيات لم تقدم للواقع العراقي سواء كان سياسي أو اقتصادي شيء. علينا حتى فترة أو مفهوم أنه أنا أعطي للوزير الفلاني فترة 3 أشهر ندخل في اختبارات، هذه لا تعالج المشكلة سيد الكريم. نحن اليوم أمام تحدي، أمام واقع مرير، أمام أزمة اقتصادية، أمام ارتفاع في نسبة الفقر وارتفاع في نسبة البطالة وارتفاع في نسبة الأمية. كل هذه المقومات قادرة على انهيار الدولة. نعم.